قناة الصعيد، قناة مصر السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي جمهور جاليري حول العالم، مرحبا بكم جمهور القناة السابعة تلفزيون الصعيد، مرحبا بكم. وبشكر طبعا المخرج الرائع إسماعيل أبو بكر أنه تاح لي الفرصة دي أنكم تتعرفوا علي. أحب أعرفكم بنفسي، الفنان محمد عبد الكافي، الاسم بالكامل محمد احمد محمد عبد الكافي، مواليد الدمام بالسعوديه المملكه العربيه السعوديه، ده طبعا 1979. انا طبعا من ابناء محافظه المنيا، مدينه المنيا. طبعا سنه 95 توجهنا الى شمال سيناء العريش، عشنا فيها كان ده طبعا من 26 سنة. وطبعا انا اخدت الثانوية العامة من هناك، وربنا اكرمني ودخلت كلية التربية
النوعية بورسعيد، لأن أنا كنت بحب الفن جدا. خلصت الكلية طبعا سنة 1999، والحمد لله رب العالمين اتعينت يعني مدرس تربية فنية في مركز الحسنة. بعد كده سنة 2001 واثنين وثلاثة واربعة، يعني حوالي 3 سنين، رحت يعني إدارة الشيخ زويد. طبعا الشيخ زويد بتمتاز بالزراعات وكده، يعني ارتحت شوية من حتة الصحاري الجامدة دي، بس لا أنكر ان انا استفدت جدا من موضوع ان انا موجود في الصحراء. ده طبعا يعني موضوع مهم جدا، ان تنوع البيئات ده يعني عمل في اثراء. شفت النخيل طبعا، شفت الجبال، يعني وانا اصلا عايش في العريش، دي بيئة ساحلية، رحت البيئة الصحراوية، ورحت بيئة الشيخ زويد، بيئة برضو فيها زراعة وكده، حتى الناس مختلفة شوية. انا طبعا يعني قعدت هناك 3 سنين، مدرسة اسمها النخلات العديدة بنين، ومدرسة العبيدات العديدة بنين، فيما بعد بقت اسمها يعني النخلات او العبيدات للتعليم الاساسي. انا طبعا يعني عديت فيها 3 سنين، يعني ما شاء الله، يعني قمة الروعة. هناك كان في سور كبير جدا من بره ومن جوه، باكيات بقى يعني كتير جدا. استطعت ان انا اتدرب على السور ده. السور ده عجبني جدا طبعا، انا اشتغلت عليه. طبعا التنوع البيئي والتنوع الثقافي الموجود في مصر، طبعا احنا عندنا البيئة الساحلية، عندنا البيئة الصحراوية، عندنا البيئة الزراعية، عندنا برضو البيئة الصناعية. طبعا هذا التنوع يعني جعل اي فنان في العالم ممكن يجي يرسم في مصر. عندنا طبعا ممكن نستحضر عظمة الفراعنة زمان او عظمة القدماء المصريين زمان، في انهم كانوا دايما بيسجلوا يعني الحياة، يعني الحياة اليومية بتاعتهم، حتى الطقوس الجنائزية والطقوس اليومية برضو كانت بتتسجل على الجداريات، او على مثلا المقابر، او على الحوائط. وطبعا احنا كلنا عارفين ان المتبقي من الاثار بتاعت الامم، او المتبقي من الامم، هو الفن. وده فخر ليا كراجل فنان، ان المتبقي من كل الفنون والمتبقي من كل الحضارات هو يعني الاثار الملموسة، زي التماثيل او زي الجداريات او زي الاعمال اللي هي المتاحف والمعابد والتماثيل الكبيرة. وده اللي اتبقى من الحضارات التانية زي الاغريقية او البيزنطية او القبطية والصينية مثلا زمان، وفي حضارات تانية زي بابل ومثلا في الهند وفي الصين وفي كذا حتة وفي كذا مكان. لكن احنا يعني متأثرين بالحضارة الفرعونية. الفنان الفرعوني او الفنان القديم او الفنان القبطي كان فنان يعني عنده حتة الدقة. يعني انا لا اعتقد ان في زمان كان في فنان فرعوني او فنان قبطي قديم مثلا كان يعني بيعمل شغل لأي حاجة، يعني لا، ده طبعا هم كانوا بيمتازوا بالدقة اللي احنا نفسنا نتعلمها في الصناعات بتاعتنا، في الزراعة
في الشغل بتاعنا في الفن بتاعنا. انا بنصح كل فنان في الدنيا انه يعني كلمه كده شعبي، ما يكروتش في الشغل، يدي الشغل حقه ويدي الشغل، يعني لو طلع حتى الشغل فوق المتوسط على حسب طبعا امكانياته. يعني انا مثلا الجدريه اللي في الخلف دي ورايا دي 6×3، عملتها بالوان عاديه جدا مش الوان غاليه، الالوان اللي هي في السوق اللي هي في السوق بفرش عاديه جدا. انا بحب اختار الشغل الصعب، يعني ما بستخدمش فرش يعني فرش اللي هي الفرش الغاليه قوي. يعني الفرش برضو هي ليها دور، بتطلع شغل كويس، الالوان وقوه اللون واللون المركز. انا بنصح برضو اللي يعمل شغل لازم يكون فيه في الخلفيه ابيض. يعني انتوا لو تلاحظوا ان اي واحد عايز ينجح في عمل اي جداريه او اي شغل لازم يكون في الخلفيه في الخلف في الاول، او التبطين بتاعه او السطح الاولي لازم يكون لون ابيض فاتح ويكون ابيض ناصع جدا عشان خاطر يطلع الشغل بتاعه ويكون الشغل بتاعه كويس جدا ويكون الشغل ناصع ويكون ظاهر واللون يكون بقوته. يعني انا بحط اللون الاصفر على خلفيه بيضه، بيطلع الاصفر بلونه الطبيعي، لونه الحقيقي، لونه المركز، اللون اللي انا عايزه. عايز اللون الاورنج، عايز اللون الاسود، عايز اللون الازرق، عايز اللون الاخضر، بيطلع. لكن انا لو خليت الخلفيه بتاعتي لونها مثلا اصفر وجيت حطيت عليها لون اورنج بيديني لون غير اللي انا عايزه. انا دلوقتي قاعد الجدريات بتاعتي في الخلف ورا، يمكن ظهر لكم بعض الشخصيات اللي انا رسمتها دي، يعني شخصيات بالنسبه لي اثرت فيها جدا. انا بحب الشخصيات دي، بحب ارسمها. الشخصيات دي اثرت مش بس فيا، اثرت في كل مصر وفي كل المصريين. حبيت ان انا افيد الطالب ببعض الشخصيات اللي انا ممكن اعرفه يعني عنها بعض المعلومات ممكن الطالب يتأثر بيهم، يحاول الطالب ان هو يكون زيهم، يحاول ان هو يكون زيهم عظيم. يعني بعض الطلاب جم سألوني ده مين وده مين، لان في بعض الطلاب مش عارفين ده مين، فانا كنت بقول له طبعا ده مين واتولد امتى وعمل ايه وايه العلم بتاعه. يعني زي ما قلت قبل كده انا يعني برسم بعض الشخصيات دي، يعني الاول بحاول ان انا اعيش مع الشخصيه، بعيش يعني كل شخصيه بتاخد مني 3 ايام يومين 4 ايام ممكن، بعيش مع الشخصيه يعني بعرف عنها كل حاجه، بعرف عن الشخصيه امتى اتولد، امتى توفى، اعماله قد ايه، هو عظيم قد ايه، اشتغل قد ايه، فد البلد قد ايه، يعني كان بيحب مصر وكان بيفيد مصر، عشان حتى اعرف اتكلم مع الطالب طبعا، واعرف ان انا اقول للطالب ده عمل كذا وعمل كذا وفاد مصر في كذا وكان شخصيه ازاي عظيمه. ف يعني انا كنت بحاول ان انا ارسم طبعا الرسمه على الحيطه الخشن زي اللي انتوا شايفين وراكم، صعب جدا ان ارسم على حيطه خشنه، صعب عليا وصعب على الفرشه وصعب على اللون ان هو يثبت. فيعني كنت بحاول ان انا يعني اطوع كل حاجه واتحدى الظروف علشان خاطر اخرج بافضل شكل وافضل منتج.
بالنسبة للألوان، الألوان طبعا احنا يعني تضريب الألوان مع بعضها او تخليط الألوان مع بعضها، انا يعني قلتها بالاسلوب الشعبي، بضرب الألوان مع بعضها او بخلط الألوان مع بعضها، دي تعتبر زي الكيمياء بالظبط. يعني انا بضرب لون على لون، يعني مثلا بحط الاصفر على الاخضر يدي اصفر الليموني، سنه صغيره من الاخضر على الاصفر يدي اخضر كناري مثلا، بحط لون الاصفر على الازرق بيديني اللون الاخضر، حسب ما بزود في الاصفر حسب ما بزود في الازرق بيديني اللون اللي انا عايزه. طبعا دي كيمياء الوان، في تخصص في الكليات اسمه يعني كيمياء الالوان، دي كيميكال خاصه طبعا. انا طبعا دي برضو لازم يكون فيها خبره، انك انت ازاي انك انت تدرب اللون، ازاي انك انت تستخدم اللون، تحط اللون ازاي، ازاي تخفف اللون، ازاي تخلي اللون يخدمك، مش ياثر عليك، لا ده يخدمك مش يضرك، لا ده ينفعك. انا واحد من الناس بحاول ان يعني استخدم اللون بخليه في صفي، ولو حصل خطأ مثلا بحاول ان انا يعني اصلح برضو اللون بلون تاني او بنفس اللون. درجة اللون برضو بتعتمد على الذكاء بتاع الشخص، يعني مش اي حد بيطلع اي لون او مش اي حد بيطلع اي حاجة. درجة اللون طبعا بتعتمد على في فاتح وفي غامق وفي لون زاهي، يعني احنا بنحاول ان احنا يعني نخدم اللون كويس، اللون ما يكونش متخفف قوي او تقيل قوي، حسب شغلك حسب السطح اللي انت شغال عليه، سواء خشب او قماش او حيط او مثلا اللي هو الصاج او الحديد، كل سطح بيختار لونه، كل سطح بيمشي معاه لون معين. يعني طبعا في الغالب الحيطان او القماش بنستخدم عليها الالوان المائيه او الالوان البلاستيك، لكن الاسطح الحديديه طبعا او الاسطح اللي هي زي الصاج وكده بنستخدم معاها الالوان اللي هي الزيتيه او اللاكيهات. طبعا انا يعني بحمد الله وفضل الله قدرت اني يعني ادخل بعض المعارض الصغيره. طبعا في الاول انت بتبدا صغير، بعد كده
بيتدرج بيك الامر انك انت بتبقى كبير يعني سنه سنه يعني ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام. لكن اللي انا عايز اوصله وعايز اقوله وعايز الكل يعرفه ان يعني الفنان ما مش بيبدا كبير يعني ممكن يبدا فنان حلو لكن مش كل الناس عارفاه فبياخد سنه بسنه عشان يتعرف كمان حسب البيئه يعني هل البيئه اللي احنا فيها او المكان اللي احنا فيه بيشجع على الفن تقدير الناس للموضوع تقدير المجتمع للموضوع. طبعا انا مسرور جدا ان انا اتعرفت عليكم وان انا ظهرت على الشاشة بتاعت القناة 7 وبشكر المخرج اسماعيل بكر وبشكر جمهور جاليري حول العالم وبشكر كل اللي بيشوفني دلوقتي وكل اللي شاف لوحاتي وكل اللي بيشجعني وكل اللي يشوفني على اليوتيوب بحبكم جدا اتمنى ان انا اكون يعني ضيف خفيف عليكم على القناة بشكركم الف شكر